نعم، ذكر الفقهاء هذه المسألة وفصلوها تفصيلا يشفي الصدور. قالوا إن المحاربين إذا تضامنوا وتعاونوا بأي صورة من الصور، حتى من يكثر سوادهم، هكذا ذكروا، قالوا حتى من يكثر سوادهم بالوجاهة والنفوذ والسلطات، من يحميهم حتى في بياناتهم، ومن يدافع عنهم، ومن يتعاون معهم، قالوا كلهم حكمهم سواء. إذا اقترفوا جريمة بصورة من صور الحراب التي هي شاعت الآن في بلادنا حتى داخل المدن، فيدخل في المحاربين كل من أعان على ذلك، سواء كان بالتخطيط والتدبير أو الإيماء في كتائب أو معسكرات، أو كان يعين يقول الناس بالعساس، يعص في الطريق أو يمشط لهم الطريق أو يعينهم بأي سبيل من السبل، فهو كالقاتل لا يختلف عن القاتل. قالوا لا يقتل القاتل وحده، وإنما يقتل كل من تضامن معه، لأن مسؤوليتهم مسؤولية تضامنية، كل واحد منهم يتحمل ما فعله الآخرون. حتى قالوا لو قبض على شخص واحد من 100 شخص تولوا سلب أموال وقطع طريق وقتل، فإن هذا الذي أخذ وهرب الآخرون يؤخذ بكل المال، يكون ضامنا لكل المال، ويكون ضامنا لكل ما وقع بسبب الحرابة، فيقام عليه الحد وتؤخذ منه الأموال، ويعد كل شخص منهم كأنه هو القاتل. هذا هو ما دلت عليه السنة، وهذا هو كلام الفقهاء. النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة العرنيين، جماعة أقاموا في المدينة مدة ثم لم يساعدهم هواؤها، فخرجوا استأذنوا ليخرجوا خارج المدينة، لأن المدينة كانت فيها حمى، بعض الناس لا يطيقونها. حتى النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن ينقلها منها، فخرج هؤلاء العراب بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن النبي أرسل يعينهم بلقاح نياق ليشربوا من ألبانها وأبوالها، وبعث معهم الرعاة الراعي. فلما وصلهم استلبوا الإبل وقتلوا الراعي، فكانت هذه جريمة حرابة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في إثرهم من أقام عليهم الحد جميعا، أقام عليهم الحد جميعا، قتلوهم في الصحراء شر قتلة، كلهم قتلوهم، لأن هذه جريمة حرابة. وكذلك عمر رضي الله تبارك عنه في المتمالئين على القتل، حتى لو لم تكن حرابة، لكن الناس تعاونوا على قتل شخص بالتخطيط وأخذ الوسائل الممكنة، بحيث عملوا له كمين، عملوا له كذا، وقتلوه حتى من غير جريمة حرابة، تمالوا عليه. بعث عامل عمر رضي الله تعالى عنه من اليمن يسأله أن جماعة 7 تمالوا على قتل رجل، ماذا أصنع فيهم؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول والنفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. فاستشكل هذه المسألة، فرد عليه عمر وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا، حتى لو كان 100,000. ما دام تمالوا عليه ودبروا له، وكل واحد عمل فإنهم يقتلون به.